مرة بيصير معي هيك شو بدنا نعمل؟ طول بالك يا حبيبي يا محسن، طول بالك طول بالك، كل شي بوقته حلو. بس أنا يصير تجاري تهربوا مني كأني حرامي أو جربان. معذورين؟ نعم طبعا معذورين يا أخي، خايفين، ما شافوا بعينهم أن التعاون معك عم بيخسرهم. معي أنا ماني فهمان حظ الزلمة العجيب. قلت لك طول بالك يا حبيبي يا حسين، هدي هدي وطول بالك، أنا شغلة واحدة بس اللي عم استناها، وبعد منك كل الأمور رح تكون بخير بإذن الله وعلى كيفنا. الحارة وأنيس. أنيس حظ والله يا محسن، إذا نفد مني هالمرة. مرحبا أبو سليم. أهلين أستاذ. بخير إن شاء الله، شايفك مو على عوايدك. خليها لله يا أستاذ. قال خليها بالقلب تجرح ولا تطلع لبرا وتفضع. خير خير إن شاء الله يعني. شو صار شي مشكلة كبيرة؟ شو بدي أحكي لك؟ لا أحكي لك يا أستاذ، لا حول الله لا حول الله. ليك بنت ال مين؟ هاي البياعة اللي عملت لي بالحارة حسن صبي. ايه شبها؟ لك 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 شوف يا أستاذ، شوف رايح لعنده على عينك. لا تأجل. لعند مين؟ أبو سليم، أنا ما بحب الألغاز. لك سعيد قصك إلا أنت ما بتعرفها. سيدي وما لي رغبة أعرفها. خاطرك بتعرف يا أستاذ علي الحلال جاي على بالي إلحقها وأعمل لها تغسيلة بهدلة امسح فيها الأرض. يعني ليش بدك تمسح فيها الأرض ولوين بدك تلحقها؟ سليم يا أستاذ سليم. سليم ابنه؟ ايه طلع من البيت حردان اليوم. سليم هالآدمي الدرويش؟ ايه نعم سيدي هالآدمي الدرويش. طيب وهي شو علاقتها؟ ليه مو من شانها كلها الحردة من... ها ها إيه هلأ فهمت. الله يكون بعونك. خاطرك الله معك. شو حنوني أبو سليم، شايفك مو على بعضك اليوم. روح النهار روح النهار. طلعت لقيت الدنيا سودة من حوالي. طيب إذا سليم اللي تربيت أنا وياه تركني ولحق واحدة تانية، واحدة الله بيعلم. زينة خلينا ننساها هلا. صحيح تقدر؟ طبعا يا زينة. طيب ورندا؟ رندا ايه قول الحقيقة. طيب وما بتزعلي؟ لا ما بزعل. زينب انا لما بشوفك بحس انك الدالية اللي ببيتنا، حلوة وصريفة وما قلنا غنى عنها ابدا، بس دائما موجودة وما رح تروح. طيب ورندا؟ رندا أول ما شفتها بهرتني، كأنك شايفة شي عم يلمع من بعيد وفكرتي ذهب، بس لما بتقربي له بتكتشفي إنه فالصه تقليد. صحيح يا سليم؟ طبعا كان لازم تعرف إنه مو كل شي بيلمع ذهب. يمينة من سيرتها هلا. بتعرفي أنا اليوم تخانقت مع أبي وطلعت من البيت حردان. شو هالحكي؟ والله هذا اللي صار. وبعدين؟ ما بعرف، حسيت رجلي عم تحملني من مطرح لمطرح ومن سوق لسوق. يعني ما كنت جاي خصوصي؟ والله ما بعرف قلك إن كنت جاي خصوصي ولا لا، بس خلينا نكون صريحين. طيب شو اللي جابني على الإيشان؟ يعني ما كنت جاي خصوصي؟ زينة بيني وبينك عشرة عمر، يعني ما تعودنا نكذب على بعض. سليم اللي بدي أعرفه كنت جاي خصوصي ولا لا؟ والله ما بعرف والله ما بعرف، يعني بس برد بسأل حالي. طيب شو اللي أخذك لهنيك؟ يمكن رندا. رندا لا
ما عاد فكر فيها بنوب. اكيد اكيد يا نسيم. واليوم انا اتخانقت انا وامي. ليش ما في عنا جلالة كبيرة عم طرزها، كنت ناوي شقة شقة شقة. اوف ليش؟ سليم، لما وصلت على سوق الحميدية كنت عم حاول غمض عيوني وانا ماشي. تغمض عيوني؟ وليش بقى؟ لاني كنت كل ما اطلع بواحد فكره انت، بعدين يرجع لي على الرحمن ولا سليم اطول، سليم شواربه احلى. زين سليم، بتعرف لو ما لقيتك بالايشان ايه؟ يمكن كنت ما قدرت ارجع البيت. كرهت البيت يا سليم، كرهته. طيب اسمعي، تعي نسافر انا وياكي. لوين؟ لوين ما كان. وين بدنا نروح؟ قلت لك وين ما كان، ان شاء الله على حاره تانية، يعني مستاجر بيت وانا بلاقي لي شغلي. يا ريت يا سليم، يا ريت. تعي معي. لوين؟ ندور على بيت. سليم عم تحكي من كل عقلك؟ طبعا. واهلك واهلي؟ ما هن اللي بدنا نخلص منهم. لا ما تقول هالحكي يا سليم، هن ما عملوا شيء، يعني اللي بدنا اياه عم بيساوي. مزبوط، بس يعني لا بس ولا خس. تعال نروح نفرحهم، تعال. لا انا ما بروح. سليم لا تكون عنيد، يلا. قلت لك طلعت من البيت حردان، شلون بدي ارجع؟ طيب مين داري فيك؟ امي وابي، ما بكفي؟ هلا في فرق بين ابنه واهله. يلا يلا. لا ما بروح. ايه يا استاذ منير، ما قلت لي شو بدك تساوي هلا؟ بتعرف يا هاني بيك؟ هات لنشوف. ما بعرف ليش حاسس في تداخل بين مشكلة أنيس مع هذا اللي عم يهدده وبين مشكلة الحارة. نعم، ممكن تشرح لي النظرية الجديدة؟ شوف يا سيدي، هي الحارة مثل ما لاحظنا صفياني واقفة لحالها، محاصرة وفقيرة. ايه بس بتضلها هي الشيء الوحيد اللي بيدل علينا، اللي بيميزنا. لك يا عم، يوم ما بتروح بالعالم لما بتشوف الهندي من لبسه بتعرفه انه هندي، والباكستاني كذلك، لك حتى المصري. فليش هيك نحن مشان الله صرنا عالميين؟ دخ عمي والله مظبوط، بس خليه يكمل، خليه يكمل. تفضل. وين ما بتروح بالعالم في شيء اسمه الطراز المعماري المحلي، والوطن كله، مو اهل الحاره ولا اهل المدينه، هن المسؤولين عن حفظه وبقائه للاولاد والاحفاد. خلينا نتذكر باريس، فلورنسا، وارسو. فليش نحن الوحيدين يلي مصممين على محي كل شيء بذكرنا بالتاريخ؟ هلا بدي اسالك يا عمي، شو هو الوطن؟ بغض النظر عن الصورة التجريدية تبعه، شو هو؟ مو هو البيت اللي ربيت فيه وحافظ كل دخروشة منه؟ مو هو الشجرة اللي لعبت عليها وقعت وانجرحت ايدي؟ مو هو الجنينة اللي لعبت فيها؟ مو هو القرن اللي بالحارة تخبيت فيه وانا عم بلعب الطمامة؟ صحيح، كلامك صحيح، بس مو بهالبساطة. اللي بقصده انه هالصورة الصغيرة هي مجسدة تكبر مع الطفل لبالاخير تشكل الوطن. كلام جميل. فلما بجي انا وبقلع لك كل هالذكريات، بمحيها وبسطحها، بمحي اثار الضيعه وبعملها بلوك، بمحي اثار الحاره وبطلع بنايات، فعن ايش بدي حاكي اولادي لما بقول لهم الوطن؟ كلام بس. والله هذا كلام صحيح 100%. تفضل. شو ها؟ ما صرنا ساعتين متغدين. بابا هذا مو أكل. لكان شو هاد؟ يعني هذا هيك مع القهوة. يلا خاطركم. لوين؟ عالشغل. استنى شوي لكان نتمشى سوا. شو بابا؟ ما عادة عادتنا تعجبك؟ لا بابا مو هذا القصد، بس أنيس كان قايل إنه بدي حاكيني كلمتين. طيب يحكي هون، مين مانعه؟ شو أنيس بتحب تحكي هون؟ عمي أنا رايح على المكتب، بتحب تشرف معي؟ أهلا وسهلا. إيه بحب، بس لحط جرافتي دقيقة. طيب والغريبة والبلازق شو بدنا نساوي فيهم؟ عادي ناكلهم أنا وياكي. هاتي. شو
ايه عمي؟ أنا ماشي على مكتب المحاسبة. ماشي الحال، وأنا كمان إلي كلام معك. رندا رندا رندا، ما سمعتي شو عم يقول له؟ شو عم يقول له؟ عم يقول له في عندي حكي وبدي أقول لك إياه. يا سيدي. لا مو يا سيدي. هدول هن اللي نازعين الطبخة كلياتها. نبيل بيك بيهمه يعرف عنهم كل شيء. المعنى؟ المعنى أنا لازم روح تلفله وقول له شو شفت وشو سمعت. ما تروح، لك روح حبيبي روح. يلا يلا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. مسكين هالزلمة اجت المشاكل على رأسه كلها سوا. أهلين أهلين عمي أبو سليم، يا ميت أهلا وسهلا. تفضل تفضل تفضل. وينه؟ والله طلع مشوار. عم بسألك وينه؟ يو شو ما شفته قدامك طلع؟ بس أكد تمام هلا بيرجع. تفضل. لا تتمرعني، عم بسألك عن ابني سليم. ابنك سليم؟ وشو بعرفني أنا؟ هلا ما عدتي تعرفيه؟ ولك مو انت اللي كرهتيه بالدراسه، مو انت اللي كرهتيه ببيته، مو انت ابو سليم. انت عارفان حالك شو عم تحكي؟ شو مو الك؟ لاكبر منك بألف مره ما بسمح له. منو بتسمحي ما بتسمحي؟ هلا بدك تقوليلي وين مطرحه، لانه ما حدا بيعرف وين غيرك انت. شوف روحي، انا فكري تروح على دكانتك احسن لك. فيلا يلا. لا عم تلعيني كمان؟ شو علي؟ ولك انا الحق علي، أنا الحق علي اللي سكتت عليكم من الأول، أنا الحق علي. لك شو عم تعمل؟ لك يا بنت؟ لك تركي إيدي؟ يا عمى؟ لك يا غارق؟ يا هو؟ لك شو مجنونة يا بنت؟ شو الله لا يوفقك، ما أنت قصة بنت؟ الله يسامحك يا أبو سليم، طولي بالك خانوتي، طولي بالك. بعدك بالغلاصة تداني. لك شوفي خير، شوفي. أخ دخيلكم يا أهل الحارة. ما صدقت اخي نجاه طلع من الحاله وتهجم علي بهالدكانه. ولك انا؟ لعب الشوم عليك على ابو سليم المعدل، بدك تتطاولي كمان؟ فكرني عم بكذب. لك كنت سالو هالحاله تعولوا لك، تعولوا له. لك وين؟ اسمعي بلا زعبره، ابني سليم اليوم بده يرجع الحاره، واذا ما رجع وحياه اللي خليك لحرمك انت واخوك فوت الحاره. طول بالك. اللهم عافينا يا رب، اللهم عافينا. ذكر وعنا يا حرامي، يا حرامي دل حاصر، دل حاصر يا ابو سليم. لك حرامي. وليه على قامتي؟ اذا جارنا المعدل عم يتهجم على البنت هيك، بنتي زينب شو بده يصير فيها؟ يي يلا طيب يلا طيب. طولي بالك حنونتي، طولي بالك، طولي بالك حنونتي. ولك بتعي انت اللي ما عندك مش دار روح. الو عم اقول لك، هي اول مره بشوفهم طالعين سوا ايد بايد. لا لا قدرت لا الحقهم ولا اسمع غير كلمه وحده، في عندي حكي ولازم اقول لك اياه. ونبيل بيك قال لي اذا شفت اي شيء غريب حوالين هالي بيت اتصل فيي وخبرني، وهي انا عم خبرك. طيب ماشي الحال، يعطيك العافيه. انا راح اتصل مع نبيل بيك. اي ماشي.
أهلين أختي أم صبحي، شو طالعت بلالي؟ دخيلك يا أبو سليم، دخيلك، ما لنا غير الله وأنت. خير شو في؟ زينب يا أبو سليم، زينب. شو ما زينب؟ طلعت من الصبح ولهلا لسه ما رجعت. شو؟ شو عم تقولي؟ خايفة عليها يا أبو سليم، أنت بتعرف الزمان ما له أمان. سألتي عند أهلها، عند إخوالها، عند عمومها؟ ما بتروح لعند حدا، ولا بتحب تروح لعند حدا بنوب نوب. شي طلعت من البيت زعلانة شي؟ اليوم لا، بس أنت بتعرف يعني ما بيخلى الأمر. أيوة فهمت فهمت. ابنك سليم وينه؟ سليم طشت يا أنيس، طشت لأول مرة بحياتي، ما بعرف أنا شو بدي ولا شو مطلوب مني. ليش رجعت على البلد؟ أهل الحارة شو بدهن مني؟ ما بعرف. البنات لطفية وفاطمة شو بدهن؟ ما بعرف. بس واضح إنه في حدا إله مصلحة يجيبني على البلد. يجيبك؟ واضح جدا كمان إنه أهل الحارة مفكريني عنتر، بس مين مدخلن هالفكرة براسهن؟ أبو سليم. واضح كمان إنه في طبخة وسخة عم تنطبخ. أعوذ بالله، وين راح الزلمة؟ لما بدنا إياه ما عاد نلاقيه. لك الله وكيلك يا أختي، قلبي عم يغلي غلي. بس يعني فكري نطول بالنا شوي قبل ما نروح على المغفر. الأمر كله بين إيديك زينب، أنت وأنا أختك. أنا أختي الله يرضى عليكي، اخطفي رجلك لعند حدا من قرايبينكم سريعا. ما بتروح لعند حدا بنوب. طيب لبيت خالة؟ ولا لعند حدا ولا لعند حدا. شو الحكي لك، وين بتروح كل كم يوم؟ أخ بتروح على الرسام مشان يرسم لها رسمات جديدة. بس بس شو صار له الزلمة؟ اختفى؟ ما شاطر يقول لي غير أنيس بدنا نخرب بيته، أنيس بدنا نوقفه عند حده، لما بدنا يا ما ملاقيه. شايف مين؟ عم تلمع أكثر من العادي. يعني طيب حاسس الدنيا هيك دفى وعم كركرك كركرة، وحاسس إنه حابب هيك تضحك 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 وتملي الدنيا فرح؟ يعني سليم حاسس إنه رجليك خافين وإنه حابب تطير تطير تطير. يعني هيك شيء. سليم أنا حاسة بكل هذا الشيء، بس ما بعرف كيف بيكون الحب. أنت بتعرف؟ يعني إذا ما كان هذا الحب برأيك شو يعني يكون؟ طيب أنت ما شكيت إنه مين ممكن يكون ملاحقك؟ أبداً. يعني بقصد مالك شيء أعداء بهمهم مثلاً إنه يلوتوك بهالشكل؟ والله على حد علمي بعمري ما زيت حدا، منين بده يكون لي اعداء؟ عجيب، يعني انا لو ما بعرفك منيح واهل الحاره كلهم حكوا عنك بالمنيح، حتى لطفيه حكت لي عنك بالمنيح، كنت انا كمان شكيت فيك. شفت شلون؟ ابو سليم دخيلك يا ابو سليم، قوم خلينا ندور عليه.
يلا يلا ما عاد في يا ابو سليم، رح اوعى بارضي. بوس ايدك يا ابو سليم البنت. الله يخليك. وحدي الله وحدي الله. ما عاد فيني يا ابو سليم، ما عاد فيني. الله يخليك. امري لله. تفضلي. طيب شو رأيك يا أنيس تنزل بكرة على السوق تكمل جولتك؟ لا الله يستر. استنى لكمل. نعم. وإذا ما عندك مانع بنزل أنا برافقك بالجولة، بتفرج برائب من بعيد لبعيد. يا عمي ممنوع تنزل معي، بعدين أنا بلاقي شغلة تفتيش، خليني ممتنع بلكي بلاقولي شغلة تانية. لا لا خلاص سايرني هالمرة بس. يا ابو سليم بنقول لحالنا الاولاد بيكبروا وبيخلص همهم، تاري العكس كل ما كبروا بيكبر همهم. معك حق معك حق. طيب هلا معقوله وهي بهالعمر نروح ندور عليها بالمغافر؟ شو مغافر؟ قلت لك هي شغله مغفر، اتركيها للاخير. يلا في ناس جايين. وإذا كان في ناس جايين شو نحن غربة؟ ولي على قامة هالجيل إلهي. شوف شو شوف شلون مشنقلته. الله يجيرنا من شيء أعظم. هي أمي أنا وأبي كمان. لك سليم لك زينة. شلون هيك؟ ما قلنا لك ما بدنا نعاتبهم وهيك اتفقنا؟ طيب مثل ما بدك. تا تا تاي. بتصدقوا يا جماعة فتلت ثلاث سواق لقيت وقية بني. الحقيقة هي القهوة كلها ما كان في إلها لزوم. ما بيصير تجي لهون لعنا على المكتب وما تشرب فنجان قهوة. يا سيدي شكرا. بدي أسألك منير، أنت كتبت اللي قلت لك عليهم مشان الحارة؟ إيه؟ لا والله. لا هيك رح بزعل منك. شو اتفقنا؟ مزبوط يا أخي. أنت لما حكيت حكيت حكي حلو، بعد ما رحت أنا قعدت أسأل حالي إنه هذا الحديث ليش بيدور بيناتنا نحن بس؟ ليش ما منشارك فيه وسائل الإعلام؟ ليش ما منعمله قضية الناس التانيين يلي هن شركاتنا بهالوطن والتراث؟ بس ما بدها بس بالجرايد بالإذاعة بالتلفزيون. هيك يا أخي بلاد العالم كلها بتعمل عادة، هيك بيسووا خاصة لما بتكون القضية بتمس الصالح العام. وحيردوا علينا؟ يا أخي نحن بنضرب هالطينة بالحيط، إذا ما لزقت بتعلم. صحيح إذا ما لزقت بتعلم. أمي؟ نعم. شو رأيك نشرب كاسة شاي عند خالتي أم سليم؟ كاسة شاي؟ أم نشرب، شو عليه؟ إنا زمان الجماعة ما شفناهم. أهلا وسهلا بكنتنا وأم كنتنا. زرقتي أم سليم؟ هذيك الايام يا هاني بيك هالورده بشكلك الجاكيت. شلون ما بتذكر؟ كل ما بتجي ببالي بيجي لافطس من الضحك. ليش؟ ليش؟ عجيب بني ادم شو بيتغير.
والله لك صورة عندي تاخد العقل، هالمحرم البيضة طالعة من جيبتك مثل الوردة. ايه والبريانطين عم بيشرشر من شعري مو هيك؟ يا الله ما بتاخد شي جد ابدا. تفضلوا. يسلموا ايديكي. لا والله انا بقشر لك اياها بايدي. معلش يا ستي انا بقشرها. يا عيب الشوم يا عيب الشوم، مو حين هالاصابيع الحلوه هي تتلوى. مين هالغليظ؟ عفوا عفوا لا تأخذوني. اضرب لسان شوكولاتي. انا قايمه اشوف مين هالغليظ. لا لا مالي شيء عدي، انا بقوم بفتح الباب. وين بدك تروح؟ معلش انا راح بروح شوي مشان تاخذوا راحتكم. ليش مين قالك مو اخذين راحتنا بابا؟ معلش معلش بروح وبرجع بعدين برجع بعدين. يا الله ليش هيك عم يعمل معي؟ فاطمه خانم انت ما عم تعرفي التكتكي. شلو هون؟ تقلي حالك شوي. والله ما اللي خايفه الا يكون لساته معلق له بشي المانيه تانية. لا انت ما كنت عايش بالحارة. لكان وين عايش؟ لكون عايش بالشيراتون ومودريان. لا عايش بالحارة بجسمك، معتبر الحارة اوتيل، وعيونك ما عم تشوف الاشياء الحلوة اللي بالحارة. لك مني منين طلع معك هالحكي كله؟ حقيقة انا امبارح بعد ما رحت قعدت اسأل نفسي شلون الواحد ممكن يكون عايش مع الجمال وما يشوفه؟ لانه معمي على قلبه، ما عم يشوف، معمي على قلبه من ورا ركضة طول النهار من مكتب المديرية لمكتب المحاسبة ومن مكتب المحاسبة لمكتب المالية وبالأخير العشاء خبيز. ادخل. تفضل. صباح الخير. أهلا وسهلا. صباح الخيرات. أهلين عمي صباح الخير. شرف شرف ارتاح. شكرا منا مطولين، احنا رايحين مو هيك أنيس؟ ايه طبعا. شو رايحين مشوار؟ يعني هيك شي. تفضل عمي. يلا خاطرك. الله معكم. ألو نبيل بيك. صباح الخير. امبارحة طول الليل وأنا عم أتصل فيك. لك شبك ملهوف يا محسن. يا سيدي باين تعبان طلع أخيرا من وكره. هاني بيك وين؟ اتصل فيه نشأة امبارحة ليقلي إنه شافه هو وأنيس طالعين سوا وسمع وهو عم يقول له في عندي حكي مهم وضروري بدي أقول لك إياه. طيب شو فيها؟ شو فيها؟ طلع طلع معقول؟ هذا هو المحل. وبعدين حسيت ان الروح الشريرة بدأت تلحق. طيب بتحب نفوت لعنده؟ شو بدنا نساوي؟ شو بدنا نساوي؟ محل مفتوح للناس ونحن من هالناس وجايين نتفرج. فيها شيء؟ امشي للا امشي. نبيل بيك ما رح تصدق شو في كمان يا محسن. حزرني في عندي بالمحل. لك يا اخي هلا وقت تحزرني مين يعني؟ انيس؟ نعم سيدي انيس، وهذا الختيار هاني. دخلوا لعندك المكتب؟ لا عم يتفرجوا على المعروضات. منيح 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 عظيم. محسن جاهلهم الا اذا فاتوا لعندك المكتب تبقى بتخبرني. ها خليك معي. ها وهيدا تليفون معناها اكيد في شر رح يصير. لك يا انيس يا حبيبي ليش انت موسواس؟ زلمه فاتح محله وتاجر وعنده تليفوناته، بتحب نفوت لعنده؟ لا طيب
طيب امشي لنشوف محل تاني. امشي. هدول راحوا راحوا طلعوا. ماشي الحال محسن، خليك وراهن، ابعت لي حدا يراقبهم. طيب على عيني. سامر. اسمعي، احسن شيء اليوم بعد ما انيس يروح على المكتب وانت بتحملي حالك وبتمشي، مو بتلزقي سامعه؟ ايه طبعا، ما انتم ما بدكم عوازل. عوازل؟ لك انت بنتي وحبيبتي ورفيقتي. ايه لا لا تكبري حالك كثير. هلا المهم نقنعه، المهم تعملي مثل ما اتفقنا وان شاء الله بصير كل شيء على خير. كان بمنتهى التهذيب، فجأة انبكت علي مثل الأبوي. شو يلي غيره برأيك؟ الروح الشريرة اللي حكيت لك عنها. اطلع اطلع روح روح. هلا محسن. أهلين. خليك قاعد خليك قاعد. طبعا اليوم رندا رح تسافر. ها طبعا خير. لا لا شوية لازم يطلعوا. ماشي الحال. صحيح بخصوص صاحبنا، صار شيء جديد؟ يعني يمكن بكره ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. الله يخرب بيته خرب بيتنا. اولا قلب تجار علينا، ثانيا رجع يعمل لي جولات هو هذا عمه هاني الزفت على كل المحلات. محسن طول بالك حبيبي طول بالك، عمرك لا تحاول تفقد هدوء اعصابك. تعرف انا بحسدك على هدوء اعصابك لانه التوتر ما بيفيد حبيبي، لكن اللي بيفيد هو اللي حيوصل بكره. هيك رندا معلم. أهلين. قلتي لي خطة مو هيك؟ وطي صوتك ليسمعنا أنيس، بعدين شوفي ورانا، مو اليوم بكرة؟ إيه، لأنه أنا كم بكرة بقيالي. سبحان اللي خلقك شو صايرة حدينية. ليكو إجا. مساء الخير. اهلين بابا، ليش هيك تاخرت؟ ميت مسا يمس والعين. عن اذنكم بغير اوعيه. عمي. اهلين انيس. بكره اكيد. قلت لك خلاص بكره. شو هالحكي؟ مو معقول. نبيل بيك صباح الخير. صباح النور يا سيد محسن، قريت لي الجريدة؟ أنا فتحت لك مشان أحكي معك عنها. فهمت لي شي منها؟ فهمت إنه في حدا ناوينا على شر. شو بيعرفني؟ يا بيه لك الله يعطينا خيرك. شو في؟ لك كاتبين عن حارتنا بالجريدة ليك. عن حارتنا شو كاتبين؟ ايه والله هرا لنشوف. الله يرحمك يا كرومي. كاتبين عن كرومي؟ لك كاتبين عنه لما فات عند السلطان عمر وما تهنيك المسكين. شو هالحكي ها؟ ايه والله اقرا اقرا ولا اعطيني اقرا انا. لا انا بقرا. ها اسمع، دخل احد الجيران علي. إيه؟ لم يكن يتوقع ان يرى ما رآه، ولكنه كان يجب أن يرى هذا المنظر، فلقد كان موت الرجل ذلك الموت التراجيدي. شو هي التراجيدي كمان؟ سمعنا سمعنا كمل يا بي كمل. كان أصدق تعبير عن هزيمة الشكل المحلي للفن أمام الشكل الأوروبي المستورد والمسلح بالمعرفة والتقنية والإبهار. ولكن اسمعوا، هل نستسلم لهذه الهزيمة؟ هل نستسلم لهذه الأشياء المصدرة إلينا والتي لا تعرف همومنا وأفراحنا وأحزاننا الشخصية؟ هل نستسلم فنفقد شخصيتنا المحلية أمام الغزو الأوروبي المتجسد بهذه البنايات والتي يطالبون بناءها مكان الحارة الرحيمة؟ لك يسلم هالتم. فنضيف كتلاً إسمنتية أخرى إلى تلك الجبال الكئيبة المتراكمة من حولنا. يا
يا عيني على الكلام الحلو، كمل حبيبي كمل. ما اسمع استنوا لنوصل للزبدة. ها لك وصلنا للزبدة دخيل ربك، وصلنا للزبدة. أبعدوا التجارة عن تراثنا الجميل، دعونا نحافظ على جذر الجمال التي تبقت لنا، دعونا نحافظ على معمارنا الخاص وشخصيتنا القومية، دعونا نحاول ولو بثمن أن نخسر بضع بنايات يمكن أن تبنى في أي مكان آخر. إن شاء الله يحلوني يا أبو سليم، خلي ست حلو يضرب على المنطق، يضرب على المنطق. أوكي، ليش كل قد منفعلين أنتو؟ مقال مثل غيره من المقالات بيمرق، يعني من كتر اللي عم يقروا جرايد بهالبلد. بس يا نبيل بيك، هدول ماسكين الجريدة وعم يقروا فيها بالحارة، واللي بيعرف يقرأ عم يقرأ للي ما بيعرف. أوكي حبيبي، خليهم يقروا ليفشوا قلبهم، بس اللي بده يصير بده يصير. نحن معنا كل الأوراق الرابحة. أنتوا يا شباب مسكوا لي أعصابكم ولا تهتموا لي لكل شغلة صغيرة أو كبيرة. بس أنا اللي مجنني وحاطط لي عقلي بكفي، مين اللي كتب المقالة هي؟ رح يفتحوا الناس علينا يا نبيل بيك. صحيح، لك ما حدا موقع تحته كمان، مين تفتكر؟ واضح يا بابا انه يلي كتب هالمقال يا واحد من اهل الحارة يا بيعرف الكثير عن الحارة. يا ستي ايه من كان يكون، نحن شو دخلنا؟ قعدت لحالي الظهر انخبهم واحد واحد، ما طلع معي شيء. ولا واحد ممكن يكتب هيك مقال غير أنيس، وأنيس مثل ما بتعرف يا بابا كل هالقصة مهاممته. طيب برأيك أنت مين ممكن يكون؟ وهي التليفون الشعبي، ما تردي. حابة أحكي معك هلا، اتركها. لا مو معقول، مي حلوة عيب، قومي شوفي شو بدها. شوفي فاطمة خانم. شوفي لطفية، ما بعرف فاطمة خانم. تعي 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 شوف شو بدها. يا سلام، اما شو حكي بهالجريدة بيطير العقل يا ابو عبد الله. مسكين يا عبد الكريم، عشت وحيد ومتت وحيد 20 سنة ونحن مفكرينه ميت، ولما مات ما عمل شيء الا انه ذكرنا كلنا بكرة بدنا نموت. وحد الله يا شيخ، أما طلنا قلبنا. قلبي عم يقول لي يا أبو الصيف، إذا بكرة هدوا هالحارة وسكرونا كل واحد بديري وكل واحد علبة شمين، كلياتنا بدنا نموت هالموتة، موت كلاب، لا حدا بيحس فينا ولا حدا بيترحم علينا. خلصنا بقى أبو عبد الله، خلصنا. لكن احنا قاعدين نشرب كاسة شاي وانت رح تنكش لي وجع العمر كله واحزانه بهالليلة. اي لك عم بتذكر منظره هو مطوي جنب السلطان عمر؟ يا الله، كأنه طفل صغير ونايم بطن امه. لك سيدي هلا كلياتنا اولاد صغار وبدنا ننام بطن امنا، هلا قيمني من هالجاجيد يا بقى دخيلك. شو هي الجاجيد يا كمان؟ بعرفني، هيك كانوا كاتبين بالجريدة عن موتة كرومة. كاتبين كتبوا وكتبوا عني شيء؟ لا عنك ما كتبوا شيء، بس اطمن جايك الدور. شناب شناب. عجبي قال خططنا وزبطنا، قام راح جاب لنا دكتور، ومو بس هيك تركنا وراح يجيب الدواء. اما شو خطة؟ اما شو حظ؟ حظ بيطلق الصخر. لك شو هالأمراض هي اللي نكشت معي؟ قال شو؟ رايح جايب لنا دكتور اخصائي. لا تصدق يا لطفية، لا تصدق، يا الله وكيلك ما فيني شيء، هي لكيني واقفة مثل الغزال. بس شو بده يحل رزقته؟ قال توتر عصبي، فقر دم، تصلب مفاصل. ابن الأوادم مين قال له ينكش لي كل هالمواجع بس؟ يلا كسبتيها، هي عرفتي شو في عندك أمراض؟ ايه، لأنه أنا مو حارق قلبي إلا أعرف شو في عندي، مو هيك؟
تأخر ما هيك؟ طبعا بده يتأخر، 20 دواء كتب لي اياه. فعلا تأخر؟ يا ترى وينه لهلا؟ مساء الخير. هلا هلا حبيبي محسن، هلا هلا عيوني، هلا هلا. اعملها يا سعيد. حاضر. جيت وقتك حبيبي. طبعا بوقتي، راح جن، راح جن انا. اولا قلب تجار علينا، ثانيا رجع يعمل لي جولات هو هذا عمه هاني السفت على كل المحلات التجاريه. بسيطه يا حبيبي بسيطه، حكى مع حدا منهم شيء ولا كلمه؟ طيب ما انا هذا اللي متوقعه يا حبيبي. انت روق روق وهدي لي حالك وخذ اقرا لي التقرير هذا بالاول. هذا عن هاني بيك البلطضار. هذا الرجل بده ينقذ الحاره حبيبي من الوحوش. يعني نحن معقول هالحكي؟ أعوذ بالله، عجيب، رائع رائع. معقول؟ كيف؟ تذكر حبيبي محسن وقت اللي لاحقته وضليت وراه لحتى عرفت بأي مدينة بألمانيا كان عايش؟ ايه ايه. وقتها يا حبيبي طلبت بعض المعلومات اللي قريتها هون من، يعني هالتقرير هاد مزبوط؟ 100%. وصحيح مثل ما مكتوب هون كان يشتغل مثل ما قريت تماما يا محسن. ومرته كانت تصرف عليه؟ لحد ما ماتت، وبعدين عاش على حساب لحتى ارى الاعلان اللي نشرناه عنه بالجرائد الالمانيه. تتذكر انه اهله مشتاقين له ومشتهين يشوفوه باي شكل، وما صدق على الله ورجع. ما قلت لي شو رايك؟ الله الله يا هاني بيك، الله الله يا هاني بيك. بتعرف التقرير هاد؟ هالتقرير هاد رح يقلب الدنيا فوقاني تحتاني. برافو يا محسن، بس انتبه، هذا إلنا وبس، لأهل الحارة لا. شلون؟ قلت لي شلون؟ أهل الحارة حبيبي يا محسن ما لازم يعرفوا، وإلا ما بنستفيد من كل هالتقرير. أهل الحارة لازم يضل بنظرهم هو الأمل المنقذ، بس نحن بقى كشفناه على حقيقته. المهم يعني ما عاد يخوف. مو بس ما عاد يخوف يا حبيبي محسن، كبر عقلك، هذا صار إلنا. إلنا؟ تلك اللمسات الناعمة على الحرير، تلك التداخلات العجيبة بين الذهب والحرير الأسود. الله، ذلك الجمال الأخاذ الذي لم يكن وليد موهبة فردية فقط، بل هو مجموع كل ما أنتجه معلمو هذه الحرفة الجميلة الدمشقية عبر التاريخ. كل هذا التراث كان قد تجمع في تلك الأصابع الخشنة الودودة. شو مستطيب؟ لك يا هدى عم تغزل بأصابعك. لفة هلأ بقى. وحين غادرت محترفة أخذت أفكر في حزن، هل يقضى على كل هذا الجمال؟ وهل تموت هذه الأصابع القديرة بزوال هذه الحارة؟ يا الله لا يقدر يا شيخ. وأخيرا لا يسعني إلا أن أصرخ، أبعد التجارة عن تراثنا الجميل. هيك ها؟ ها؟ الله يسلمك يا الله يسلم تمك يا سليم. الله يسلمك يا مستطيع. إنه شلون ماسكنا هاللازمة هي؟ أبعد التجارة عن تراثنا الجميل. يا أنا جميل، الله لا يجمل أيامه. نبيل بيك، نبيل بيك، هي تاني مقالة. الرجل هاد رح ياخذ مطرح أنيس وهاني بالخطورة. العيون عم تتفتح علينا، لازم نعمل أي شيء. اسمع يا حسين، قوم وصلي على جريدي هلا، شمشم لي أخباره، شوف بركي بنعرف مين هو، نتفاهم معه يعني حبيبي. طيب على عيني، أنا رايح. يلا حبيبي يلا. كل ما سكرنا طاقة تنفتح علينا واحدة تانية. معقول؟
يا الله يا سليم، قديش ممكن يتغير كل شكل؟ شلون؟ كنت أطلع سقوف الطين البشعة على كشة الحمام المشرشحة، الحبال الغسيل اللي بتخوف، حس حالي رح بختنق من البشعة. بس هلا طلع على الحمام بشوفه عم يكاغي مثل ضرب العود، طلع على سقالات الدالية بيغرف قلبي من حلاوتها، طلع على النرجة بحس هيك مثل صبية ومادة راسها من أرض ديار هربانة من حبسة البيت وعم تطلع على الجيران. آخ يا هالقلب، شو بدك تتحمل لا تتحمل؟ كل هالكلام الحلو اي والله ما سمعته بحياتي. يا ترى لو سمعته شو كان صار معي؟ طيري طيري يلي السما مملكتك، طيري طيري يلي الكلام الحلو دوب مهجتك، طيري. Thank you.